يعني ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام اللي هو القرآن ده هدى للناس، شفاء للناس، روح للناس. مش القضية ان احنا نتبرك به فقط او نقرأه فقط، وده مهم، لكن ده المفروض يتحول بعد ذلك الى تدبر في عمل، في واقع، في حياتنا. لذلك زي ما قلت لكم قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت امنا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان ايه خلق القرآن. يعني كان خلق القرآن يعني كان بيتخلق، يعني يتخلق بالقرآن، يعني يحول آيات القرآن إلى أخلاق واقعية في الحياة. يعني القرآن يتحول إلى واقع بنا في حياتنا. خلاص. أحيانا إحنا بنتعامل مع القرآن، أنا مش بتكلم عن التعامل الخاطئ تماما، ده أنا إحنا بتكلم عن ناس من أهل الالتزام، من أهل الدين، عايز يعيش مع القرآن، عايز لما يصلي يخشع في آيات القرآن ويبكي ويتأثر. دي مفروض تكون نقطة مهمة كنقطة بداية ليتحول القرآن إلى واقع. يعني مثال عايز أضرب لكم مثال أوضح إيه الخطأ اللي أنا عايز أشير إليه. بعض المتصوفة بيتعامل مع الذكر، بعض المتصوفة بيتعامل مع الذكر إن هو بيكسبه حالة روحية وفقط، لدرجة إن هم اتكلموا في حاجة اسمها كده عندهم، يعني مرحلة كده بيوصلوا لها من كتر الذكر بيسموها الفناء. الفناء يعني ايه؟ ان هو يفنى عن الواقع تماما ويعيش مع الذكر، يفنى وينسى نفسه. خلاص. احيانا في ناس بتبقى عايزه تتعامل مع القران بكده، لا انا مش عايزك تفنى عن الواقع، انا عايزك تشتبك مع الواقع بالقران. يعني انا عايز القران ده يصبح واقع في حياتك، مش انك تستمتع بالقران وخلاص. يعني مش ان صوت جميل في الترويح يخليك تبكي فتعيش مشاعر جميلة فعلا، تبقى طاير في السماء من المشاعر اللي انت عايشها وبعدين خلاص. لا، ده كده مش الغرض. القرآن ليحكم بين الناس، القرآن نزل ليكون واقعا في حياة الناس. فاحنا مش عايزين نحول القرآن في حياتنا زي ما الصوفية بعض المتصوفة يعني بيعينوا مع الذكر، ان هو حالة إيمانية تفنى فيها وبعدين ترجع لواقع حياتك. لا،